شكرا لإمامكم. Thank you. شكرا لك. حنبلش بعد شوي. أنا اسمي إبراهيم نعمي، معي أهلا وسهلا. لطيفة أبو العسل، حنكون عم نستضيفكم اليوم. يلي بحب يدور الكاميرا بيكون كثير لذيذ إذا بتحبوا تنضموا لنا، بس مش ضروري يعني. يلا هلا كم دقيقة حنبلش. إذا بدكم قبل ما نبلش بالتشات بوكس تكتبوا من وين، من أي بلاد جايين أو قاعدين، هيك ناخد فكرة. أنا قاعد ببيروت ولطيفة بفلسطين. Okay. فلسطين. مصر معنا، القاهرة. أيوة. فلسطين، في عنا من عمان، الأردن، أهلا وسهلا بالجميع. المغرب. فاطمة. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. السلام. حلوة كتير، الأعداد عمالها بتتزايد، صرنا 37 مشترك حالياً، وعلشان ما يكون كمان إخوة من مصر انضموا لنا. في عنا مشتركة مغربية في فلسطين، منورة فلسطين بوجودكم كلكم والشات أكتر. وأهلا وسهلا بالجميع اللي لحق يكتب واللي ما لحق. كمان مرة إبراهيم بيحكي معنا من بيروت، وأنا من رام الله فلسطين حاليا. في معنى اللي نسقوا هذا المشروع، مشكورات جدا سارة وأورتي زميلاتنا في المعهد الثقافي الألماني الفرنسي. هذا المشروع باسم معهد جوتي، وأورتي وسارة هم اللي نسقوا كل شيء والفكرة إجت منهم. طبعاً هذا المشروع عبارة عن 5 جلسات راح نلتقي فيهم. وأهلا وسهلا للي بيحب كمان ينضم للجلسات الأخرى. في عنا بحكي لكم من هلأ المواضيع قبل ما ننسى، لما ندخل كتير في النقاشات ونستمع للمحاضرين. عنا محاضرين من عمان منورنا، مظهر بدور، وعنا صبية فلسطينية من غزة موجودة هلأ بالسعودية، مؤسسة لشركة صديقة للبيئة اللي هي مجد. بدنا نعرفكم عليهم بعدين، لكن قبل بس بدي أحكي لكم بشكل مختصر المواضيع اللي راح نتناولها في الجلسات القادمة. إن شاء الله الأسبوع الجاي راح نحكي عن المدن والمعمار، الفن المعماري. الثلاثاء اللي بعده، الجلسة اللي بعدها راح يكون موضوعنا كمان يعني الغذاء. بعدين راح يكون في الثلاثاء الرابع راح يكون عندنا، راح نحكي عن المواد الأولية، الخام وما خام، صديقة للبيئة غير صديقة للبيئة كمان. وآخر موضوع راح يكون آخر جلسة في هذا المشروع راح يكون موضوعنا شيق جدا، اللي هو عبارة عن الإناث، مع احترامنا لجميع الذكور المشتركين فينا هون، اللي هو راح يكون عن النساء والفتيات. فأهلا وسهلا لكل واحد بحب يشترك. نفس النظام اللي احنا اتبعناه هاي المرة فينا نتبعه في التسجيل للمرات القادمة. وشكرا كثير كثير لكم، والكلمة لإبراهيم إذا بحب يحكي شيء. تفضل. شكرا إبراهيم. شكرا لاندمامكم كمان بعد مرة، وليلي هلأ بعدهم واصلين جديد. بس كم شغلة قبل ما نبلش، إلى علاقة ب يعني اجتماعنا على زوم. أول شيء اللي حيكون عندنا مثل ما قالت لطيفة محاضرتين اليوم، فيها لك أهم شيء يكون تأكدوا إنه معمول ميوت على الشاشة تبعكم، كرمال ما تصير في أصوات خارجية تعجق علينا.
ولكل عنده سؤال في يطرح السؤال بالشات بوكس على يمين الشاشة وكرمال تنسأله للمحاضرين. وشو بعد لطيفة قصص لوجستية عنه؟ بنجيلهم لبعدين إبراهيم؟ نجيلهم لبعدين. طيب خلينا نبلش لك يا لطيفة. إذن المحاضر الأول اللي عندنا اليوم، طبعاً إحنا بنرحب في أي سؤال للمحاضرين، اللي عنده أي سؤال الرجاء إنه يكتبه بالشات وإحنا بندونه، وبعد ما المحاضر يخلص محاضرته بنلقي الأسئلة عليه، أو بإمكانكم كمان إحنا بنعملكم أنميوت غير صامت إذا أنتوا بتحبوا تسألوا، لكن طبعاً لأنه العدد كتير فيه بركة فإن شاء الله إنه الكل يقدر يكون له الدور في طرح الأسئلة، فأحلى شيء الواحد يكتب السؤال بنفسه في الشات، وإحنا بنحاول إنه إحنا ننقلها للمحاضرين. إذن بعد يعني الشكر لكم كلكم بوجودكم، بتسمحوا لي بس إني أقدم نبذة قصيرة عن إنسان جداً رائع اللي هو مظهر بدور. الدكتور مظهر بيشتغل في الجامعة الألمانية الأردنية، درس في ألمانيا هندسة الطاقة، عنده دكتوراه في الطاقة في توليد الطاقة الكهربائية من ضمن الدكتوراه اللي عنده، كمان الطاقة المتجددة، بيشتغل هناك إله 3 سنين، وكمان تخصصه بيكون في تحويل الطاقة الكهربائية مصادرها، هل هي كانت مصادر عادية طبيعية أو غير عادية. كمان بيشرف بالإضافة لعمله في الجامعة بيشرف على العديد من المشاريع، وكمان بيشرف على رسائل ماجستير في هذا التخصص. في البداية الدكتور مظهر راح يعرفنا على ما هي الطاقة بشكل عام، وكمان يعرفنا على الطاقة المتجددة، راح يعطينا نبذة عن قطاع الطاقة في فلسطين اعتمادا على التقارير السنوية، كمان عن نبذة عن مصادر أو قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين. هاي موضوع جديد لإلنا، يعني حتى لإلنا كفلسطينية مش الكل بيعرف إنه إحنا في إلنا في هذا إنه الطاقة المتجددة في إلها هون مجال، وإنها يمكن عمالها بداية الطريق، لكن شيء كتير يعني مطمن. بعدين راح يعطينا نبذة عن الطاقة الشمسية مصادرها في المناطق العربية. راح يعطينا قبل نهاية المحاضرة تبعته ما هي النظرة المستقبلية للمشاريع في المنطقة. من ضمن المشاريع الحالية اللي الدكتور بيشتغل فيها اللي هو عبارة عن مشروع اللي هو عبارة عن تحلية، إذا أنا فهمت صح، تحلية المياه الجوفية في منطقة قريبة من البحر الميت واستخدامها للري. كمان راح يعطينا، وهذا أهم شيء في نهاية محاضرته، توصيات لكيفية استخدام الطاقة. فبعد إذنكم تفضل الكلمة للدكتور مظهر، وشكرا لوقتك إنك أنت اليوم جيت وتشاركنا في معلوماتك. شكرا كثير، الله يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني أنا سعيد جدا ومبسوط أني موجود بينكم إخواننا من كل الدول العربية، وأنا بشكر صراحة القائمين على المحاضرة، سارة، أورتي، لطيفة، إبراهيم، الجميع، وتحياتي للجميع اللي موجودين. راح أعمل شير للسكرين بعد إذنكم. بتمنى تكون واضحة عند الكل. اوكي، بالنسبه لل يعني اللي ذكرته مشكوره لطيفه عن انا بشتغل في الجامعه الالمانيه الاردنيه، وهي جامعه اسست في عام 2005، بتحاول تناقش او تحل مشاكل الطاقه المتجدده وتخريج طلاب لسوق العمل بتخصصات نادره ومطلوبه في
منطقتنا منطقة الشرق الأوسط. طبعا خلال هالمحاضرة أو هالمحاضرة البسيطة راح نحكي عن مقدمة عن الطاقة، تعريف للطاقة بشكل عام، إيش تعريفها، إيش أشكالها اللي موجودة. بعدين راح نحكي عن نبذة عن قطاع الطاقة في فلسطين، إيش الاستراتيجية اللي اتبعتها فلسطين لزيادة إدماج الطاقة المتجددة من ضمن النظام الكهربائي في فلسطين. راح نحكي كمان شوية عن الطاقة الشمسية، طاقة الرياح كأشكال الطاقة المتجددة، أهم أشكال الطاقة المتجددة اللي بنستغلها في منطقتنا. بعدين راح نحكي عن الطاقة الهيدروليكية، عن طاقة المخلفات الحيوية، تطبيقات، أحد التطبيقات هو المشروع لتحلية المياه اللي بشتغل عليه حالياً وفي منطقة البحر الميت أو في منطقة غور الأردن. وفي النهاية راح نحكي إرشادات عامة لترشيد استهلاك الطاقة، وإن شاء الله يعني نكون يعني نخدم الجميع ونحاول نعطي أكبر قدر من المعلومات. وأنا حاولت يعني خلال هالبرزنتيشن أو خلال هالمحاضرة أنه نعطي شوية فكرة تقنية، نطلع عن التقارير أو الإحصائيات التقليدية، نحاول نعطي أمور تقنية ومعلومات مهمة صراحة للجميع. طبعا الطاقة زي ما حكينا أو زي ما عرفنا في المدارس في لما كنا نأخذ مواد الفيزياء، هي تعرف على أساس إنها القدرة على إنجاز شغل معين، ومن ناحية فلسفية هي تعرف على أنها إحدى أشكال الوجود. يعني الطاقة هي يعني استخدمت من فجر التاريخ بأشكال بدائية، سواء كانت بأشكال بدائية أو بأشكال متقدمة، ومن أهم الأشكال هي الطاقة الحرارية اللي كانوا الناس يستخدموها للتدفئة. الطاقة الشمسية كانت يعني ولا زالت موجودة ومهمة للعمليات الحيوية في حياة الإنسان، في النباتات، في الحيوانات. ومن قيام الثورة الصناعية من 200 سنة، من أكثر من 200 سنة صراحة، يعني صارت الطاقة عبارة عن جزء رئيسي في حياتنا، أصبحت في سلوكياتنا، في تنقلنا، في كل شيء، وبالتالي هي أصبحت جزء أساسي من المعيشة اللي احنا ما بنقدر نستغنى عنها. من أشكال الطاقة اللي موجودة في الطبيعة هي الطاقة الكيميائية مثل الطاقة الموجودة في النفط أو مشتقات النفط، أو الطاقة الحركية مثل الطاقة الموجودة في الرياح، الطاقة الموضعية لما بكون في عندي ماء موجود في سد مثلا بكون على ارتفاع معين، هي مسميها طاقة موضعية، إنه أعلى من سطح الأرض أو أعلى من سطح اللي موجودين عليه. الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية ممكن نعرفهم على أساس إنهم الأشكال اللي بهمونا، الشكل الأخير اللي بهمنا من كل أشكال الطاقة في حياتنا. أنا بهمني الكهرباء في البيت، بهمني الحرارة في البيت. وطبعا الطاقة يمكن تحويلها من شكل إلى آخر حسب قانون حفظ الطاقة، هي الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن هي يتم تحويلها من شكل إلى آخر. يعني بحولها من طاقة كيميائية موجودة في النفط إلى طاقة كهربائية بستخدمها للإنارة، للأجهزة الكهربائية اللي معروفة عندنا مثلا على سبيل المثال. طبعا شكل الطاقة النهائي زي ما حكينا المستخدم هو الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية، وأيضا يضاف إلى ذلك في كثير من التقارير هي الوقود للنقل، للمواصلات، للمركبات النقل بشكل عام. وطبعا استغلال أشكال الطاقة المتجددة مهم لدعم أنظمة الشبكة الكهربائية، تخفيف استيراد النفط ومشتقاته، تخفيف الفاتورة على المواطنين، ودعم الشبكة بشكل عام وزيادة استقراريتها وزيادة كفاءتها. طبعا بالنسبة لقطاع الطاقة في فلسطين، نظام الطاقة الكهربائي في أي دولة متشابه، في فلسطين، في الأردن، في مصر، في أي دولة، في السعودية، في أي دولة، نظام الطاقة هو يتكون من وحدات توليد، مولدات كهربائية، يتكون من شبكة توزيع للبيوت العاديين، ويربط بين التوليد والتوزيع شبكة نقل. هي الشبكة اللي بتكون هي الجزء الناقل للكهرباء من التوليد إلى المستهلك النهائي. ولزيادة كفاءة النظام الكهربائي يتم ربط
الأنظمة الكهربائية في بعضها البعض. إحنا الآن في الأردن مربوطين كهربائيا في مع فلسطين، مربوطين كهربائيا مع مصر، ومربوطين مع سوريا، والآن راح يعني في خطة لربط كهربائي مع السعودي، ولكن كان في يعني شوية خلاف على التردد الكهربائي، لأنه إحنا عندنا موجود 50 هرتز، في السعودية موجود 60 هرتز، فهاي لازمها حل يعني. طبعا في فلسطين نعم يعني بلشت فلسطين زيها زي الدول الأخرى في المنطقة باستغلال الطاقة المتجددة، وكانت في 2018 حسب التقرير السنوي لسلطة الطاقة والمصادر الطبيعية الفلسطينية 51 جيجا وات ساعة، والاستراتيجية هي الوصول في 2020 ل 130 ميجا وات، يعني 240 جيجا وات ساعة، وأتوقع أنه تم الوصول إلى هذا الرقم، وهو رقم ممتاز جدا صراحة. وطبعا يعني هذا بيعني أنه إحنا متقدمين في الاتجاه الصحيح. المشاكل بالعادة بتبين في بداية الاستثمار أو في بداية تأسيس الفكرة، ولكن الآن يعني فلسطين هي ماشي في استغلال الطاقة المتجددة بشكل عام، ويعني هناك عدة مشاركين وجهات لتطوير قطاع الطاقة. وطبعا الأهداف الاستراتيجية اللي بنحكي عنها هي استخدام المستدام للطاقة المتجددة، التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاستقلال الطاقي، وأمن التزود بالوقود. طبعا احنا من الصعب جدا أو حتى من المستحيل أنه نوصل ل 100% تغطية من الطاقة المتجددة، لأنه طبيعة الشمس أو الهواء أو الطاقة المتجددة هي طاقة متغيرة، ما بنقدر نعتمد عليها بشكل 100%، ولكن هي ممكن نعملها مشاركة بنسبة 20% 25% من إنتاج الطاقة. الطاقة الشمسية طبعا في بداية القرن الحالي أو في منتصف القرن الماضي صراحة تم استغلالها بطرق تكنولوجية متطورة، وهي تستغل على أساس تكون إما طاقة حرارية أو طاقة كهربائية. طاقة كهربائية من خلال الخلايا الضوئية، أو طاقة حرارية من خلال السخانات الشمسية، زي ما احنا شايفين في الصورة اللي على اليمين، هو سخان شمسي بسيط موجود في ومركب في معظم بيوتنا، وفي الأقصى اليسار هي خلية شمسية ضوئية تم تطويرها في مختبرات بل عام 1954، وكانت كفاءة هاي الخلية 1%. الآن احنا بنحكي عن خلايا شمسية كفاءتها تتجاوز 13% 14%، يعني ممكن نحكي في هالحدود هاي، أو ممكن احنا نستخدم الطاقة الكهربائية لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الكهربائية الحرارية المركزة، زي الصورة اللي بالنص هون. بتكون عدة مرايا شمسية بتركز ضوء الشمس على نقطة في برج، وبتم تسخين المياه لدرجة حرارة عالية لتبخيره وضغط عالي طبعا نتيجة الطاقة الحرارية اللي موجودة فيه، ومنمرره على توربينات بخارية، ومنحرك فيها مولدات كهربائية لتوليد الطاقة الكهربائية. طبعا الشرق الأوسط صراحة هو يعني غني، ويعني الطاقة الشمسية الموجودة في منطقتنا هي عالية، ويعني هي مشجعة جدا لاستغلالها، ويعني أحد يعني كثير من التقارير تذكر أنه الطاقة الشمسية الموجودة في منطقتنا، منطقة الأردن ومنطقة فلسطين، يعني هي تضاهي ضعف الطاقة الشمسية أو الإشعاع الشمسي الموجود في دول أوروبا مثلا. وطبعا تزداد الطاقة الشمسية في مناطق أفريقيا، جنوب أفريقيا، مناطق الحجاز، سعودية، وهكذا. يعني هي بيسوى أنه إحنا نستغل هذا النوع من الطاقة وبشكل واسع جدا. طبعا الخلية الضوئية باختصار هي عبارة عن شريحتين سيليكون جيرمانيوم، أحد الشريحتين اللي بتكون من الأعلى نسميها N type، نسميها واللي بالأسفل نسميها P type. هاي المعلومات كثير متخصصة، ولكن أنا بدي أحكي كمعلومة أنه كيف الخلية الشمسية بتشتغل. بينزل ضوء الشمس، الضوء الشمس احنا بنحكي عنه في اللغة الفيزيائية فوتونات، هي بتكون عبارة عن فوتونات صغيرة، بتنزل على الطبقة، بتحرر إلكترونات من الطبقة الأولى اللي هي اللي في الأعلى. بعد ما تحرر هاي الإلكترونات تنزل للطبقة السفلى اللي موجود فيها فجوات، ولما نربط الطبقة السفلى بحمل كهربائي، لمبة أو أي شيء، بيتم سريان تيار كهربائي خارجي زي ما هو موجود في الصورة اللي موجودة على اليمين. وهي يعني بشكل عام كيف تشتغل الخلية الشمسية.
طبعا الخلية الواحدة بنسميها سيل في يعني الخلية الواحدة بنسميها سيل في اللغة العلمية، مجموعة الخلايا سيلز بنسميهم موديول طبعا، ومجموعة الموديولز بنسميهم اري مصفوفة. هاي الخلايا اللي بنشوفهم في المشاريع الكبيرة هاي بنسميها اري مصفوفة، هي بتتكون من موديولز، والموديولز بتتكون من خلايا صغيرة. طبعا بيعتمد كل موديول او كل يعني قدرة كل موديول على عدد الخلايا اللي موجودة فيه، طريقة شبكها وكثير من المكونات. طبعا استغلال الطاقة الشمسية في العالم، يعني وصلنا احنا في عام 2020 لما يزيد عن 350 جيجا وات، ومعظمها يعني احنا بنحكي في الدول الكبرى، في الصين، في فرنسا، في الهند، في ألمانيا، يعني وكل الدول صراع يعني توجهت إلى استغلال الطاقة الشمسية، وهذا الشيء يعني احنا بشجعنا كمان، واحنا في المنطقة العربية توجهنا بشكل كبير لاستغلال الطاقة الشمسية. ومعلومة أيضا حبيت أضيفها، توجيه الخلايا الشمسية، توجيه الخلايا الشمسية احنا بنعرف انه الشمس تطلع من الشرق إلى الغرب، في فصل الصيف بتكون عمودية في السماء، في فصل الشتاء بتميل للجنوب، وبالتالي أفضل توجيه للخلايا الشمسية هو للجنوب وبزاوية ارتفاع عن الأرض 30-27 درجة. في فصل الشتاء بتم رفعها ل 45 إذا كان عندنا القدرة لرفع الخلايا الشمسية، لأنه لازم تكون الشمس عمودية على الخلايا الشمسية، إذا كانت عمودية بنحصل أكبر كفاءة، ولكن أثناء بداية النهار وآخر النهار ما بكون في عندي توليد كافي. بعض الأحيان بيتم استخدام نظام التوجيه، توجيه الخلايا الشمسية بحيث أنها تتحرك مع الشمس، يعني هيك إحنا بنزيد كفاءة النظام الشمسي، ولكن بكون على حساب التكلفة، تكلفة تركيب الماتورات اللي مخصصة لتحريك الخلايا الشمسية، خصوصا إذا كان عندي النظام كبير. طبعا مكونات النظام الشمسي بشكل عام هو الخلية الشمسية، المنظم الشحن، البطارية، الانفيرتر هو يعني بيحول من نظام تيار مستمر إلى نظام تيار متردد، الكهرباء الموجودة عندنا في بيوتنا هي مستمر، تيار مستمر لحتى نستفيد منه. طبعا ممكن نستخدمها يعني خلايا شمسية مفصولة عن الشبكة الكهربائية لأغراض وتطبيقات مثل ضخ المياه، ويعني بكون نظام بسيط حسب يتم تصميمه حسب قدرة المضخات الموجودة في الموقع. النوع الثاني من الخلايا الشمسية بيكون موصول مع الكهرباء، مع الشبكة الكهربائية، بتم المشاركة لتزويد منزل معين من الشبكة الكهربائية ومن الخلايا الشمسية. الخلايا الشمسية بتخفف الفاتورة آخر الشهر، إنه بنلاحظ إنه الفاتورة تخفت بكثير عن مقارنة مع شبك الخلايا الشمسية، شبك البيت على الشبكة الكهربائية لوحدها. وظهر يعني في الفترة الأخيرة نظام الهجين لمصادر الطاقة المتجددة، يعني ممكن أشبك خلايا شمسية، ممكن أشبك رياح، ممكن أشبك مولدات ديزل، ممكن أشبك بطاريات، كل هاي الأمور بتجتمع لزيادة كفاءة واستقرارية توليد الطاقة الكهربائية. طبعا ننتقل لموضوع طاقة الرياح. يعني طاقة الرياح هو من معروف أنه هو أحد أشكال الطاقة المتجددة، وصراحة تم تطويرها بشكل كبير بالاعتماد على تقنيات أخرى مثل أجنحة الطائرات، تم أخذ التصاميم من أجنحة الطائرات وعملوها بشكل نسميه سويفت، يعني بشكل ملفوف لحتى يكون لها أفضل كفاءة دوران وسرعة عالية لحتى تحاول تعمل ميتينج أو تحاول تعمل أفضل سرعة دوران مع المولد الكهربائي اللي موجود فيها. طبعا من أكثر الصفات اللي احنا بنحبها فيها أنها مساحة الأرض قليلة مقارنة مع الخلايا الشمسية، كفاءتها عالية، ويمكن تركيبها في مختلف التضاريس. طبعا الفكرة العامة لشبك المولدات الكهربائية الرياح، بتكون عندي التوربين الهوائي، الجير بوكس أو نسميه
الجير هو مبدل السرعات، بعدين المولد الكهربائي، بعدين احنا بنشبكها للشبكة الكهربائية. وفي فلسطين يعني احنا بنحصل في المتوسط 6 إلى 6.5 متر بالثانية سرعة هواء، وبالتالي احنا بيسوى انه نستغل طاقة الرياح. طبعا هذا المقياس على 10 متر، ارتفاع 10 متر فوق سطح الأرض. إذا بدنا نرفع المولدات أو التوربينات الهوائية ل 150 متر أو 300 متر نحصل سرعة رياح أعلى. طبعا أنواع التوربينات مختلفة ومتنوعة، إشي بيكون محور دوران عمودي، إشي بيكون محور دوران أفقي، إشي بيكون شفرتين، إشي بيكون ثلاث شفرات، وفي إشي بيكون عندك يعني متعدد الشفرات. لازم يعني أفضل شيء مستخدم لأنظمتنا الكهربائية هو الثلاث شفرات، لأنه بيحصل سرعة دوران عالية وقدرة عالية على حصد أو استقبال الطاقة الحركية الموجودة في الهواء. طبعا ننتقل لموضوع الهايدرو باور أو الطاقة الهيدروليكية اللي هي مستخدمة في السدود، وهي مش كثير مستخدمة في مناطقنا ولكن بسوى نعطي فكرة عنها. النظام بيتكون من توربينات مائية يتم تركيبها على تصريف السدود، بحيث انه احنا نستغل المياه من السدود لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي طاقة يعني ممكن الاعتماد عليها لأنها غير متقطعة صراحة. هناك عدد كبير من الأنواع استخدم في بدايات في بدايات القرن الماضي والآن، ولها أنواع كثيرة حسب سرعة تدفق المياه وحسب المجاري، تصميم المجاري أو التصاريف السدود. الطاقة الحيوية زي ما بنعرف، وأنا حبيت أركز على الطاقة الحيوية والمخلفات الحيوان النباتية، الأشجار، الغابات، المحاصيل الزراعية، مخلفات المحاصيل الزراعية، هاي ممكن نستخدمها بشكل ممتاز في أنظمة تحويل طاقة متقدمة، مثل انه احنا نعمل منها بيلتس. اشي بسموه بيلتس هو عبارة عن خشب مطحون وبنرجع نكبسه بقوالب صغيرة جدا، وهاي ممكن نعملها للتدفئة من خلال حرق في بويلرات او في بيرنرز بنسموهم، خاصة لحرق هاي الانواع. طبعا هاي الواحد من الافران اللي كنت استخدمه في اثناء ابحاثي، واحنا ممكن نحصل درجة حرارة لللهب 1879 كلفن، وهذا يعني احنا ممكن نحصل 1000 درجة سلسيوس لللهب نفسه، ولكن انا بحكي عن اللهب نفسه ما بحكي عن داخل حجرة الاحتراق. اوكي، وهذا يعني بيكون في حجم 15 كيلو وات ثيرمال، يعني هي طاقة 15 كيلو حراري. طبعا هاي المشروع احد التطبيقات اللي احنا مستخدمها، هو واحد من المشاريع اللي قائمين عليه حاليا. بتم انتاج البيلتس من اوراق النخيل في منطقة الغور الاردني. وايضا احد التطبيقات اللي حاب احكي عنها هو تحلية مياه الجوفية في منطقة الغور في شمال البحر الميت على عمق 70 متر. احنا وصلنا لمياه جوفية مالحة جدا من حليها لمياه إن القدرة على شربها حتى، ولكن نستخدمها للأغراض الزراعية، وفعلا حسنت الإنتاج الزراعي في المزرعة اللي احنا عاملين فيها المشروع لأكثر من 30 و40%. وهاي المكونات النظام الكهربائي، احنا عندنا يعني بطاريات، وحدات تحلية، وحدة قياس الطقس، يعني الأجهزة كاملة موجودة. وأخيرا بالنسبة للإرشادات العامة حبيت أختصرها، وما يعني لأنه إحنا نستخدم أجهزة ذات كفاءة عالية وتوفير عالي. الآن بنشوف ليبلز على الأجهزة بتعطي كمية الاستهلاك. حاول نختار الأجهزة اللي بتستهلك بتكون في مجال A، في المجال الأخضر A plus A double plus A triple plus بكون أفضل إشي. و نحاول نتطلع على الاستهلاك السنوي 66 كيلو وات اور بير انوم، يعني في السنه نحاول نتطلع عليها ونقارن بين الاجهزه. ممكن نستخدم نظام اداره المباني بيلدينج مانجمنت سيستم BMS. هذا النظام يستخدم في المؤسسات الكبيره شوي، وفي المؤسسات يعني مثلا اذا كان يكون في حساسات تتحسس الحركه في
كوريدور او في غرف معينه بتم اشعالها تلقائيا، ولما ما بكون في حركه بتم اطفائها تلقائيا. هاي النظام حلو انه احنا نستخدمه بناء وحدات توليد طاقه متجدده متساعده، مساعده للمنازل او للمصانع او للتجمعات السكنيه، اتباع طرق ترشيد استهلاك الطاقه في المنزل اللي كلنا بنعرفها بالنسبه لاطفاء الاضواء في الغرف الغير مشغوله والى غير ذلك. بتمنى يعني انه ما اطلت عليكم المحاضره، ولكن هو في كثير صراحه معلومات تفصيليه وما بنقدر يعني نروح فيها، ولكن انا جاهز لاي سؤال او اي استفسار على الايميل اللي موجود امام حضراتكم جميعا، وكل الشكر والله يعطيكم العافيه. شكرا كثير استاذ مظهر، يعني 15 دقيقه بس كان المعلومات جدا مفيده وغنيه، شكرا لك كثير. رح نترك المجال للاسئله، يلي حال حدا عنده سؤال فيكتبه بالشات بوكس على اليمين. بهالوقت في ليالي جرعه عم تسال اذا ممكن يحصلوا على البرزنتيشن يلي عملتها يلي نعم انا بعمل، انا اعطيتها لساره وارتي، وانا ما في عندي اي مشكله، اي واحد براسلني بعطيه البرزنتيشن ما في مشكله. اوكي سو ليالي اذا فيك بركي تبعتي له ايميل الاستاذ مظهر. انا بكتب، راح اكتب ايميلي على الشات. هاي ايميلي، اي حدا حاب يستفسر او ياخذ البرزنتيشن انا جاهز. في حدا عنده سؤال للاستاذ مظهر؟ Can you tell more about that? Exactly. في سؤال، can you tell more about the challenge of energy storage؟ اللي هي التحديات اللي بتعاني اللي بتواجه حفظ الطاقة. تخزين. نعم، هو يعني صراحة تخزين الطاقة الكهربائية بيحتاج إلى بطاريات، وهاي البطاريات ممكن إذا نحكي عن تكنولوجيا جديدة مثل ليثيوم أيون. ما بنحكي عن نيكل كادميوم اللي هي لها مثلا 5000 دوره او 4000 دوره، بنحكي عن ليثيوم اللي هي بتعيش لفتره اطول، تكلفتها عاليه جدا. واذا احنا بدنا نحكي عن وحدات توليد باستطاعه عاليه بصير الموضوع ضخم ومكلف بشكل كبير، وبالتالي الناس توجهت لاستخدام طرق اذكى لتخزين الطاقه مثل رفع المياه مثلا للسدود في وقت الطاقة، في وقت ما بكون في عندي استهلاك للطاقة أو بكون في عندي شمس عالية، ويعني تخزينها كطاقة يعني موضعية، وبعدين يعني توليد الكهرباء من خلال توربينات. التحديات يعني صراحة كبيرة، أهم أكبرها هي التكلفة، أكبرها هي تكلفة إنشاء البطاريات، لأنه إحنا بنحكي عن حجم أحجام استهلاك عالية، وبالتالي يعني بدنا يعني وحدات تخزينيه عاليه صراحه. استاذ مظهر، هل هاي البطاريات تلوث البيئه؟ في سؤال في الشات وعن التحديات المرتبطه بالتكلفه العاليه. تلوث البيئه اذا تم معالجتها بشكل صحيح؟ لا ما بتلوث البيئه، في بعض الناس بيعملوا لها تدوير، اعاده تدوير او اعاده تهيئه. في بعض الناس عملوا ابحاث على يعني حتى بطاريات، نستخدم بطاريات الموجوده في سيارات الهايبريد او في السيارات الكهربائيه التالفه لاستخدامها كبطاريات في انظمه الخلايا الشمسيه، ولكن اذا تم معالجتها ما بتلوث البيئه، اما اذا تم تركها بشكل عشوائي لا بتلوث البيئه. نعم. يا عبد الرحيم عنده سؤال، تفضل عبد الرحيم. يسعد مساكم يا رب، يعطيك الف عافيه دكتور. الله يعافيك. لا دكتور، في موضوع بس قبل سؤالي حابب بس افيدكم في شغله صغيره عندنا بفلسطين بالنسبه للطاقه الشمسيه. اغلب المشاريع التي تطبق حاليا انه بيبيعوا الكهرباء مباشره على الجريد، بتروح يعني بيبيعوها لشركه الكهرباء برد يشتروها مره ثانيه، فهذا احد الحلول علشان التخزين. كان عندنا في سؤال بسيط، ما بعرف، عندي اهتمام كثير في طاقة الرياح أكثر من الطاقة الشمسية بصراحة،
مشروع الطفيل إذا بتتذكر لما بلشوا فيه درسوا الرياح سرعتها في المنطقة. في أماكن عندنا بفلسطين مدروسة أو بعرفش أثناء دراستهم كانت لما اشتغلوا على مشروع الطفيل ما بعرف في أماكن مناسبة لطاقة الرياح بفلسطين حد علمك؟ والله أنا عملت مقارنة بسيطة بين الأردن وفلسطين في منطقة الطفيلة، يعني موجود على في منطقة الطفيلة أتوقع 8 أو 7 وصلنا 8 أو 7 متر بالثانية، وإحنا بنحكي حسب الجدول الموجود قبل شوي الخارطة هي موجود في فلسطين 6 إلى 7 متر بالثانية، ولكن أنا ممكن إذا بدك معلومات دقيقة عن منطقة معينة ممكن أكتب لك اسم موقع بتقدر تحصل سرعة الرياح الدقيقة في أي منطقة بدك إياها اللي هو ويند أطلس أتوقع جربته مرة ويند أطلس، ولكن بدك تنتبه إنه هو بيعطيك على ارتفاع على إيش ارتفاع بيعطيك 10 متر مثلا إذا على ارتفاعات التوربينات الهوائية بتكون على ارتفاعات 120 مية أكثر يعني ففي معادلة يعني لحساب سرعة الرياح على 120 متر من العشرة متر بالاعتماد على معامل التضاريس، هل هي أرض مسطحة، هل هي جبال، هل في شجر يعني صحيح. موجودة صحيح. الله يبارك فيك. هو المشكلة عندنا أنه طاقة الرياح بفلسطين ممنوعة كأنه اليهود، بس مش مشكلة يعني، بس حبيت أستزيد من هاي المعلومة. لقاء قيم بسيطة مش مشكلة، قيم ومشكور دكتور، يعطيك الف عافية. الله يسعدك، شكرا. شكرا لك كمان. محمد عنده سؤال. محمد علابي تفضل. السلام عليكم جميعا ويسعد مساكم. تحياتي اول شيء للدكتور، طبعا جهودك مباركة دكتور، ولكن اذا بتسمح لي في عندي بس سؤالين بسيطات. طبعا يعني السؤال الاول هو ما مدى امكانيه تطبيق توليد الطاقه من المخلفات الزراعيه حضرتك تفضلت فيها قبل قليل في فلسطين بنحكي يعني، او حتى بشكل عام هل هناك امكانيه يعني واسعه لهذا الحكي، او انه ما زال الشيء في اطار البحث العلمي، او هل هذا الكلام تحول لابلايد على ارض الواقع ام لا؟ السؤال الاخر يعني اذا تتحملني انه ما مدى امكانيه توليد الطاقه من الرياح وخاصة في فلسطين، يعني فلسطين تعرف انه هي بتحتل يعني ظرف خاص، ويعني لازم الواحد يعني يكون في انتباه لخاصة موضوع الكهرباء في فلسطين وقطاع الكهرباء المتواصل، فهل يعني ما هو امكانية تطبيق توليد طاقة الرياح، وهل في طريقة او امكانية انه نتواصل معك او مع حضرتك شخصيا انه يكون في مشروع تعاوني بحثي انه يكون قابل للتطبيق، خاصة انه انا بحكي يعني في اسم مؤسسة معينة يعني تستثمر في هذا الكلام وبتدعم الابداع وبتدعم الريادة وبتدعم بهدف طبعا التمكين الاقتصادي في فلسطين، فبتمنى حضرتك انك يعني تتكرم وتعطيني اجابات لهي الاسئلة، واسف اذا اطلت عليك. لا ولا يهمك. شكرا لك. يعني بالنسبة للسؤال الاول طاقة المخلفات، صراحة في أوروبا بلشوا ينتبهوا لتوليد الطاقة الحرارية من المخلفات النباتية من خلال طحنها وكبسها على أشكال بيلتس. هاي البيلتس بتكون زي القلم، يعني بتكون زي يعني سمكة زي القلم صغير، وصمموا بويلرات أو يعني أفران حرق خاصة، يعني حتى في لدرجة التطور إنه إحنا ممكن نعملها بشكل كوميرشال بشكل عادي للناس، بدأ يستبدلوا البويلرات الديزل الموجودة في البيوت لا بويلرات تعتمد على هالبلت، وبتم تزويدها من شركات بشكل عادي وبشكل طبيعي، وهذا حكي أنا شفته بعيني يعني في ألمانيا بتيجي شركة بتعبي لك بلتس هاي في خزان وبتدفي البيت بشكل أقل بكثير من سعر التكلفة. طبعا في فلسطين وعن نعرف في فلسطين يعني في كثير أماكن خضراء، وإذا بنحكي عن طاقة المخلفات النباتية هي دائما بدها تكون مرتبطة بالأماكن القريبة للأماكن الزراعية المحاصيل الزراعية الأشجار في منطقة الغور. منطقة الغور من جهة فلسطين هي منطقة غنية جدا، هي ممكن نستخدمها يعني
هي موضوع جديد صراحة، وإحنا المشروع والماشين الجهاز اللي إحنا نشتغل فيه صراحة هو يعني الفريد من نوعه صراحة في منطقتنا. وأنا نقلت الفكرة من المركز الأبحاث اللي كنت بشتغل فيه للأردن، وجبنا بيرنر بيشتغل وهو الوحيد الموجود حتى في الأردن وحتى في المنطقة، وما في عندي أي مشكلة لمشاركة الفكرة لتوزيعها، وبالعكس هي كثير بتوفر كثير ممتازة. هاي بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، نعم في فلسطين نعم يمكن استخدام الرياح، وأتوقع أنه حتى في فلسطين أفضل من الأردن، لأنه عندهم مدخل على أو مخرج على البحر. دائما حركة الرياح في أماكن القريبة على البحر هي أنشط، وبالتالي البحر الساحل كثير عالي، احنا فينا نسيم البر ونسيم البحر، هاي بتعطيني كثير يعني طاقة رياح أكثر من حتى من مناطقنا في الأردن. شكرا. بس بما أنه دخلنا في كثير من الأسئلة اللي بتتعلق كمان في فلسطين، معناته نعطي الكلمة لمجد علشان مجد عندها هاي التجربة كمان هنا بفلسطين، وأسئلتكم إحنا بنجمعها وإن شاء الله تطرح على الدكتور مطر وعلى مجد في النهاية، لأنه في يمكن أسئلة بتكون كمان متعلقة في موضوع مجد، بحيث إنه نفس السؤال المحاضرين الاثنين مشكورين بيقدروا يجاوبونا عليها. مجد أهلا وسهلا فيك. مجد المشهراوي من غزة فلسطين، وهي هلا بتحكي معنا من السعودية. مجد دارسي هندسي، وبعدين درست إدارة أعمال في الولايات المتحدة الماستر، والطريق اللي هي شقتها مغاير تماما للتخصصات تبعينا. اوكي، في اصوات دخلت علينا مش مقصودين، متاسفين احنا. اول شركه مجد اسستها كانت في 2015، وكانت هاي الشركه متخصصه في استغلال الطاقه الشمسيه، وكانت كمان متخصصه في الطاقه والماء. مجد كتير كتير تعاونت مع المدارس واشتغلوا كتير مع المدارس، وحاولوا قدر الإمكان إنه يوفروا للمدارس هذه الأفكار، الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة. مجد حالياً وألف مبروك، من أكم يوم طلع لشركتها ترخيص في المملكة العربية السعودية، وهذه خطوة كتير كتير فعالة. مجد راح تحكي لنا عن الشركات تبعينها، كمان عن الصعوبات اللي هم بيواجهوها في المنطقة يعملوا تراخيص لهيك الشركة، بالإضافة إلى شو المستقبل اللي هم مخططينه للشركات أو للشركة. فشكرا لإلك مجد، والكلمة لإلك، والأسئلة زي ما حكيت لكم اكتبوهم بالشات، وآخر شيء إحنا بنجمعهم ونسألهم. تفضلي مجد. أستاذة لطيفة، سمعيني كويس؟ أنا سمعتك تمام. شكرا كثير لاستضافة اليوم، صراحة كثير مبسوطة لأكون موجودة معكم. شكرا يا دكتور على المحاضرة الرائعة، ويعطيك ألف عافية، وشكرا لكل الحضور ولجوتا انستيتيوت. أنا بعرفت جوتا انستيتيوت من 2013 لما كنت في رايحة على اكستشينج بروجرام، فكان لازم أتعلم ألماني، فوقتها أول مرة كنت بسمع بالمركز الألماني، وسنس ذن ضلينا كونكتد معهم. اسمي مجد المشهراوي، درست هندسة مدنية بالجامعة الإسلامية في غزة، وبعدين ما عملت ماستر ديجري، توظف فيلو سمر سمستر بالبزنس. قررت إنه خلاص أنا مش عايزة أدرس، أنا I wanna go for business، وبالأخص بالقضايا بالأشياء اللي لها علاقة بالقضايا البيئية، لأنه لاحظت إنه مجتمعاتنا العربية كتير يعني عندها قضايا أخرى سياسية للأسف مهتمة فيها. لكن اليوم مبسوطة لأشوف عدد كتير كبير موجود عندنا بهاي الليكتشر. عملت كويك بريزنتيشن حشيره معكم. شاشتي واضحة تمام؟ سمعيني؟ ألو؟ سمعينك مجد. سمعينك مجد.
ممتاز. أنا اليوم جاي أعرض تطبيق عملي لشركة طاقة شمسية. إحنا أسسناها في عام 2017 بالولايات المتحدة الأمريكية، اسمها Sandbox. يعني بالأساس الشركة الأم أو الشركة اللي تأسست في البداية كان اسمها Sandbox. إحنا اليوم صرنا اسمنا Sandbox Group لأنه بنشتغل بأكثر من دولة. الهدف الأساسي كان لتأسيس Sandbox كان نابع من أكثر من حاجة. فإحنا لما بدأنا الشركة بدأناها بفيجن إنه في كتير عنا مجتمعات في الوطن العربي بتعاني من انقطاع كامل أو شبه كامل للكهرباء. ففكرنا إنه إحنا كيف ممكن نستغل، زي ما حكى دكتور معنا لما قال إنه فعليا الوطن العربي يعني عنده مصدر كتير كبير من الشمس نقدر نستخدم ونولد منه طاقة. فقلنا احنا حابين نستخدم هذا الاشي الفور فري، الاشي اللي هو الشمس بدون اي ضرائب او اي مشاكل، ونستغله بتوليد طاقه كهربائيه لهي المجتمعات اللي بتعاني من قطاع التيار الكهربائي. Sandbox بعد 3 سنوات اصبحت Sandbox Group، يعني مجموعه Sandbox. في البدايه احنا عباره عن شركه بتشتغل باكثر من سوق في الوطن العربي. الشركة زي ما خبرتكم بدأت بعام 2017. نفذنا مئات من المشاريع داخل فلسطين، وحاليا بدنا ننفذ جزء منها داخل المملكة العربية السعودية. رؤيتنا كانت في البداية انه احنا نشتغل كشركة ربحية اجتماعية، يعني احنا حابين نوصل لهي المجتمعات نوفر لهم الطاقة الشمسية، ومن ثم نعيد استخدام كامل الأرباح اللي بتطلع عند بيع الطاقة الكهربائية الناتجة من الطاقة الشمسية بأنه نعطيها للعائلات التي لا تقدر على تحمل تكاليف إنشاء نظام شمسي. الرؤية ما زالت كما هي، لكن كبرت الرؤية لتصير أنه إحنا حابين نشتغل في مجتمعات كشركة ربحية لدعم الأهداف الأخرى للشركة، وهي تمكين المجتمعات اللي ما عندها كهرباء من أنه تحصل على الكهرباء بأسعار تناسب دخلها. فعلياً كان السبب الأساسي لنشأة الشركة أنه أنا بعام 2015 أنشأت أول شركة لإلي، كانت عبارة عن شركة إنشائية كان هدفها أنها تعمل نوع جديد من أحجار البناء، وهذا إشي طبعاً طبيعي مهندسة مدنية of course، يعني حيكون في إشي العلاقة بالبناء. فالشركة كان هدفها أنها تنشئ أحجار بناء مصنوعة من رماد الفحم وبقايا المباني المهدمة، ونبيعها للناس بأسعار أرخص من أسعار الأحجار العادية مع توفرها بشكل دائم في السوق المحلي. أثناء صناعتي لهاي الأحجار كتير كنت أعاني بالمصانع من إنه ما بتيجي الكهرباء. يعني عنا قطاع غزة بيعاني من أكثر من 15-16 ساعة انقطاع كهرباء يومياً، وهاي فعلياً حياة ما بيقدر أي إنسان يتحملها. يعني أنت لازم تبرمج حياتك على متى حتصحى، متى حتنام، متى حتشتغل. فأتذكر أيام الجامعة أنا كنت بقضي يعني ليلة على بدرس على بطارية صغيرة ودواي ليد لايتس، وكنت بقضي بعض الأحيان على شمع وبعض الأحيان على ضوء الجوال. فلما حسيت أنه هذا الإشي مش فقط أثر فيه في حياتي، أيضا أثر في عملي في المصنع الأحجار، لإلنا أنه مرات بضطر أروح المصنع 3 الصبح، مرات 4 مرات 10، يعني ما في موعد محدد. يعني حياتنا صارت 100% مرتبطة بهاي الأزمة. نفس الوقت كان في فرصة لأنه تنحل هاي الأزمة باستخدام الشمس اللي هي فعليا for free. فقررنا انه احنا نبدا نوصل لمشكله الكهرباء الموجوده في الوطن العربي ابتداء من السوق اللي احنا بنعرفه هو سوق غزه. فلهذا السبب احنا فكرنا بالطاقه الشمسيه. اول شيء فكرنا فيه انه احنا نجيب اجهزه صغيره بسيطه بتغذي الحاجات الاساسيه للعائله، يعني مثلا بتضوي لهم اضويه، بتشحن جوال، بتشحن لابتوب، يعني كتير أجهزة كتير بسيطة بتساعدهم على إنهم يتعايشوا. بعد ما طبقنا إحنا النموذج الأولي اكتشفنا إنه العائلة الفلسطينية مش عائلة عايشة بإفريقيا ما كان عندها كهرباء وإحنا بدنا نجيب لهم كهرباء. لا، العائلات الفلسطينية والعائلات اللي عايشة في معظم الوطن العربي هي كانت عندها كهرباء، بس بسبب الحروب، بسبب الظروف السياسية فقدت هذه المزية. ف
ففعليا ما رح ما رح تكون مبسوطه من جهاز صغير بيعطيها الاشياء الاساسيه. فصارت العائلات الفلسطينيه تقول احنا بدنا كهرباء اكثر، بس احنا ما معنا فلوس ندفع كهرباء لهذا السعر. فلهذا الاساس تحولنا لمبدا انه نكون شركه اجتماعيه بحته في البلاد عندنا، شركه اجتماعيه انه احنا نحاول نجيب نماذج عمل معينة. أنا ما بدي أخوض بالتفاصيل، بس الفكرة بشكل أساسي إنه إحنا نقدر نوفر طاقة شمسية بأسعار، إنه مثلاً نعملها مثلاً سولار سيستم، أجهزة طاقة شمسية مشتركة بين العائلات، أو نعمل مثلاً أجهزة طاقة شمسية كبيرة ثم نوزع للعائلات بالساعة. يعني كتير اشتغلنا على أكثر من نموذج لنقدر نوفر الطاقة حسب إمكانية العائلة للدفع. في بعض الأحيان إنه نعمل مثلاً حملات تمويل جماعي، لحد ما قدرنا نوصل بعد تقريبا سنتين لانه احنا نكون مستدامين كشركه، يعني نجيب ارباح من مشاريع، وبنفس الوقت هذه الارباح يعد استثمارها بانه نعطي خصومات للعائلات اللي مش قادره انها توفي سعر الطاقه الشمسيه بالكامل. بعد من اعمالنا، يعني احنا ما اشتغلنا فقط في الطاقه الشمسيه، ايضا اشتغلنا في المقاولات والاستثمار. فقدرنا انه احنا مثلا نفوت في مجال المياه، قدرنا نفوت في مجال البنى التحتيه، فقدرنا نزود كتير قرى عندنا وبلدات صغيره في البلاد بطاقة شمسية مثلا لشوارعهم. فالآن على سبيل المثال في الشارع مثلا ما في أعمدة كفاية، فنوصل لاتفاقيات مثلا مع الاتصالات مع البلديات لنقدر نستخدم هذه الأعمدة ونحط إضاءة من أول وجديد فيها، وهي الإضاءة كمان يتم تشغيلها عن طريق أجهزة طاقة شمسية مركزية تقام على أسطح مثلا المساجد أو أسطح مثلا اللي هو رئيس الحارة وهكذا. أيضا اشتغلنا على منشآت تجارية، فزودنا عدد من المدارس، عدد من المنشآت التعليمية بالطاقة، واشتغلنا أيضا في مجال المياه، زودنا آبار ومحطات تحلية بالطاقة الشمسية. أيضا بعض المشاريع اللي اشتغلنا عليها حديثا هو التعليم education. في التعليم قمنا بإعطاء كورسات أونلاين for free لكثير من الطلاب، فتحنا الباب أمام الجميع، فدربنا عشرات من الطلاب على أساسيات الطاقة الشمسية. هذه أرقام صغيرة لحجم أو نظري أنا كبيرة، يمكن نظر العالم شوية بدنا كمان. دايماً بتعرفوا دايماً الأشخاص اللي بدعموك بيقولوا لك it's not enough، يعني مش كفاية، يعني لازم تشتغل كمان. قدرتنا على التغيير كانت بأنه إحنا الآن فريق مكون من 10 أشخاص، للأسف أنا صبية الوحيدة، إن شاء الله بنقدر يعني نجيب كمان صبايا. 10 أشخاص نشتغل full time جدول كامل في العمل. منذ بداية الشركة لحد الآن إحنا دربنا كتير شباب وصبايا معنا بالطواقم، وأيضا وظفنا شباب وصبايا لمدات مثلا 3 شهور 6 شهور. فعدد الوظائف اللي إحنا قمنا بتوليدها منذ بدأنا بالشركة من خلال كل المشاريع اللي نفذناها كانت تقريبا 65، ممكن تكون أكثر ممكن تكون أقل، يعني إحنا دائما ما بنحصل العدد بالضبط. عدد لترات المية اللي قدرنا نوفرها عن طريق المحطات التحلية والأبار المزودة بأجهزة طاقة شمسية منا هي 100,000 لتر يومياً، وعدد الأشخاص اللي حصلوا على طاقة شمسية اليوم وأنا بحكي معكم من وراء اللابتوب هم 25,000 شخص في قطاع غزة. الآن إحنا فكرنا أنه إحنا كمان ممكن نقيس حجم الأثر المجتمعي تبعنا بأنه نشوف قديش ممكن يوفروا الزبائن تبعونا فلوس لو كانت عندهم كهرب 24 ساعة، وقديش ممكن إحنا نكون أصدقاء للبيئة بهذا الكلام. فتقريبا 2.5 مليون دولار بوفروا الناس نوفر من زبائننا لو كان عندهم كهرباء كأي دولة عادية. فتخيلوا أنه إحنا بدل ما نستخدم الوقود الأحفوري لنشغل هاي البيوت، حاليا إحنا أجهزتنا بتقدر توفر الاحتياجات اللي بتحتاجها الأسرة بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية. هذه بعض الصور من المشاريع، مثلا هذه صورة أثناء تركيب طاقة شمسية في أحد القرى والبلدات الصغيرة. هذول المشاريع من محطات تحلية
هدول مشاريع من منشآت خاصة تجارية، هدول مشاريع من أيضا من منشآت عامة مثلا كمستشفى صغير، عيادات. الحجم اللي بنشتغل فيه كنا في قطاع غزة هو حجم صغير متوسط نسبيا، يعني بنشتغل 100 كيلو 250 كيلو، بس ما وصلنا لحجم كتير كبير، لأنه كنا بنستهدف بشكل أساسي اللي هو طبقة المنازل الهاوسهولدز. هذا الفريق الأساسي تبعنا اللي هم التكنيكال والبروفيشنال تيم. في عنا كمان ناس بيشتغلوا معنا، يعني في ناس ما بتحب تحط صورها، فأنا بحب أعرفكم على التيم. عنا مهندسين كهرباء، عنا مهندسين طاقة شمسية، عنا مهندسين ميكاترونكس. تيمنا كتير كتير تيم مميز، يعني بفكر إنه في ناس بتسمعنا حاليا وعملت معنا اليوم مشاركة بهذا العرض، تعاملت معنا بشكل مباشر. التيم كتير كتير full of energy، كتير شغوف على كتير شغلات وقضايا بيئية، دائمين الاطلاع على كل التكنولوجيا الموجودة بالعالم. وأيضا لأول مرة قدرنا إنه كتيم نسافر برا قطاع غزة هاي السنة، فكان الحمد لله فرصة كتير مميزة إنه التيم يشوف فرص أخرى خارج هذا السوق الصغير، وهذا كان أحد الأسباب الأساسية اللي قدرنا من خلالها نفكر في توسعة الشركة. هذه أحد العلامات اللي إحنا بنتعامل معها بشكل أساسي في منتجاتنا. كسان بوكس ما عنا المنتج، كنا في البداية بننتج منتجاتنا الخاصة اللي بتكون ليبل كأنها سان بوكس، يعني معلمة علامة تجارية، لكن إحنا كمان يعني بجانب هذا الشيء قررنا نحنا برضو نستفيد من المنتجات الموجودة عالميا بتكون already certified، فانشأنا معهم كتير علاقات كويسة وتعاملنا معهم حاليا يعني مش سنة ولا سنتين، يعني 3 سنوات. كشركة أعطانا تراست وثقة ما بين العالم في البلاد عندنا وخارج البلاد، هو إنه إحنا تم توثيقنا كشباب بيشتغلوا ليعملوا حل لمشكلة لأزمة الكهرباء من خلال حلول خلاقة بتنفيذ عدة نماذج مالية مختلفة ليساعد الناس إنهم يحصلوا على أجهزة الطاقة الشمسية. أحدث تقرير ظهر عنا هو على CNN، أعطيت سبيتش على التدومن في 2018، تم عمل تقرير إذاعة عنا على الجارديان والبي بي سي والإندبندنت والرويترز، وفي كمان علامات أخرى. فيعني إذا أنتوا interested اكتبوا Sunbox غازة على جوجل وبتقدر تجيبوا كل إشي related للأشياء اللي إحنا بنشتغلها. بفكر إنه الدكتور حكى شو هي مكونات النظام. هو هذا فعليا مكونات النظام الأون جريد أو عفوا الهايبريد أو الأوف جريد، لأنه في عنا بطاريات، بس أنا نسيت أمسح كلمة أون جريد. فبشكل أساسي أي نظام شمسي بتكون من الخلايا اللي هي السولار بانلز، بتكون من الإنفيترز اللي هي أجهزة التحويل، بتكون من الماونتينج اللي هي الخلايا الهيكل الحديدي أو الألمنيوم حسب طبعاً شو بيستخدم كل دولة أو شو معايير كل مشروع، بتكون من عناصر الحماية اللي هي القواطع اللي بتحمي النظام وبتحمي البطاريات وبتحمي أيضاً الخلايا، من الكوابل الخاصة بتتكون من أجهزة النت ميترينج اللي بتشبك السيستم بيكون بالشبكة، وأجهزة التحكم والمراقبة مثلاً إحنا عنا موبايل أبليكيشن بنعطيه للزباين نشوف قديش بيولد طاقة وقديش بيبيع قديش بيقدر يبيع للشبكة لو في إمكانية البيع في فلسطين لسه ما تفعلت عنا بغزة، وقديش ممكن ترجع لك وقديش بتوفر من فاتورتك. وطبعاً البطاريات إذا أنت كنت بتستخدم نظام أوف جريد أو نظام هايبريد. بشكل أساسي إحنا في قطاع غزة استخدمنا فعلياً 3 أنظمة، استخدمنا الأون جريد وكان بيسيكلي لأشياء مثلاً زي كوافير تستخدمه بساعات النهار، جيم للنساء بساعات النهار، لكن معظم الأنظمة اللي ركبت عنا بالشركة أو تسي يعني 90% منها هي أنظمة أوف جريد وهايبريد، فهي عبارة عن أجهزة بتحتاج لبطاريات، وكان هذا إرهاق بالنسبة للمستهلك لأنه البطاريات معظم البطاريات أو كل البطاريات اللي تم استخدامها عنا في قطاع غزة مش فقط عن نطاق شركتنا، عن نطاق أيضا الشركات الأخرى، هي بطاريات ليد أسيد، وليد أسيد للأسف يعني عمرها الزمني مش كتير طويل زي الليثيوم، وبدها تغيير كل فترة، يعني كل إذا كنت محظوظ بتكون كل 3-4 سنوات، إذا كنت حظك سيء بتكون كل سنة حسب جودة البطارية وعدد السايكلز تبعونها وأيضا استخدامها.
شو خلانا مميزين؟ يعني في أكيد ناس هلأ بتحكي بتقول أوكي ما أنتوا شركة طاقة، يعني أوكي يعني في شركات طاقة كتير في البلد، صحيح، بس خلانا مميزين إنه أول إشي كنت أنا من أوائل الصبايا اللي بتخترق هذا المجال، فإحنا محتاجين كمان صبايا، يعني محتاجين كمان صبايا يكونوا بهذا المجال. كتير وظفنا مهندسين وفنيين عنا يعني بعمر الزهور زي ما بيقولوا، يعني شباب متخرجين جداد. في عنا أيضا 2 موظفين بالشركة فول تايم مش متخرجين. يعني دائما بحكي للشباب إحنا لما نيجي نوظف إحنا ما بنهتم أنت كم شهادة معك، إحنا بنهتم كيف أنت بتفكر، شو طلعاتك للمستقبل. إحنا بنحب نستثمر بالشخص اللي بيجي عنا، لأنه أنا عانيت من هاي المشكلة لما تخرجت. يعني كنت أشعر إنه دائما بقولك بدنا 3 سنوات خبرة 4 سنوات خبرة، من وين أجيب؟ أنا خريج جديد، هل لازم أعمل voluntary work، عمل تطوع 3-4 سنوات عشان تقبلوا فيها؟ فإحنا دائما بنستثمر بالشباب اللي بنشوف فيهم أمل، بغض النظر إنه خلصوا جامعة ما خلصوا جامعة، عندهم 10 سنين خبرة، سنة خبرة ولا سنة خبرة. المهم بهمنا انه الشخص يكون احنا وياه نتشارك بنفس الرؤيه. نستخدم كتير تكنولوجيا 3D، وهذا اشي موجود على الويب سايت تبعنا. اذا انتم فتوا على الويب سايت الموجود اخر سلايد حتشوفوا نحن بنعمل نظام مابينج، يعني كل موقع بنشتغله بنعمل له فيجواليزيشن وبتحول مباشره على 3D على الماب، وبتقدروا تفوتوا وتشوفوا الحجم الامباكت اللي انعمل في كل موقع، حجم التاثير المجتمع اللي انعمل. كتير كتير إحنا بنركز على الجودة والكفاءة لدرجة إنه الناس بس نشتغلها بصرت أقولك يا عمي إحنا تعبنا منكم، يعني ليش هيك بتطولوا بالإشي؟ لأنه كتير إحنا بنحب تكون عنا الجودة عالية جدا، كأنه بنشتغل لإلنا مش كأنه بنشتغل فقط للناس وخلص ما بهمنا شو بصير. وعنا كمان خدمة ما بعد البيع، أي وقت أي كاستمر أو مش كاستمر بتصل يسألنا أي سؤال إحنا بنجاوبه for free. بنوفر كمان designs for free، فإحنا بنوفر للكاستمر تبعونا designs for free وfree consultation، يعني عنا خط شغال 24 ساعة بأي وقت تكلم فإحنا بنجاوب على كل استفساراتك كمان for free. وكمان أونلاين، يعني إحنا كمان أونلاين دائما شغالين، في 2 شباب قاعدين أونلاين ولا لابتوب هيك بس بيجاوبوا على أسئلة الزباين وغير الزباين، يعني الجميع. كشركة قدرنا نشتغل مع كتير مؤسسات محلية ودولية. أشهر 3 مؤسسات اشتغلنا معهم بالنسبة لنا، اشتغلنا مع كتير بس تجربنا مع 3 مؤسسات هدول كانت تجربة جدا 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 رائعة. أحدها مؤسسة الـ ACF، مؤسسة العمل ضد الجوع، اشتغلنا مع مؤسسة مايتي الأهل واشتغلنا مع إدكو. كتير كأي شركة ريادية بتحاول تعمل أثر مجتمعي على الأرض، فكر إنه الـ recognition أو الاعتراف فيها عالمياً ومحلياً إشي كتير مهم لغرضين. الغرض الأول لغرض التقدير، الغرض الثاني لغرض إيصال الرسالة. يعني جزء كبير من شغلنا هو مش فقط إنه نوفر طاقة شمسية للأهالي، جزء من شغلنا إنه إحنا نفهم العالم إنه إحنا كفلسطينيين بنقدر نعمل كتير شغلات لو أتيحت إلنا ربع الفرصة لتتاح لكتير شباب بالعالم. فأول جائزة حصلنا عليها هي جائزة الإمارات للطاقة في عام 2017 من سمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي. في عام 2018 كنا أول شركة من غزة بنحصل على جائزة الـ MIT معهد ماساتشوستس العربي، النسخة العربية. والسنة الماضية، وهذا فعليا كان أحد أحلامي، إنه نحصل على جائزة محمد علي اللي هو المصارع الأمريكي اللي كان بناهض لأجل الإنسانية وأجل حقوق كتير ناس انظلمت في العالم. وترشحنا لكتير جوائز أيضا، وصلنا لمرحلة النهائيات ونصف النهائيات. في حاليا جوائز ترشحنا لها مش حقدر أعلن عنها إلا لما إن شاء الله بناخدها دعواتنا. شو هي الخطوات القادمة لإلنا؟ زي ما حكت أستاذة لطيفة، إحنا حاليا في مرحلة إنه إحنا نكبر شركتنا لنصير شركة عالمية. فبدأنا حصلنا على رخصة استثمارية في المملكة العربية السعودية. حاليا ليش اخترنا المملكة؟ يعني كان قدامنا أكثر من فرصة. السبب الأساسي اللي اخترنا في المملكة لأنه بروح هذا الكلام مع رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان على رؤيته 2030 إنه يستثمر كثير في مجال الطاقة المتجددة. فطموحهم إنه 30% من الطاقة المتولدة تكون قادمة من 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 من, 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 من الطاقة الشمسية.
وحابين يستخدموا تكنولوجيا جديدة اسمها البلوك تشين تكنولوجي ويستثمروا في قطاع البحث والتطوير في الطاقة وأيضا ينشئوا مصانع لتصنيع الخلايا الشمسية. فإحنا فكرنا إنه هاي فرصة كتير كتير منيحة لشركة ناشئة زينا أو شركة صغيرة بطلنا ناشئة كبرنا شوية لأنها تفوت سوق زي سوق السعودية ويكون إلها يعني أثر كتير كبير في هذا السوق. بفكر إنه الوطن العربي في كتير فرص إنه نستثمر في الطاقة المتجددة. أحد هذه الفرص قامت فيها الأردن، يمكن الدكتور بيقدر يوافقني بهذا الرأي. من خلال قراءتنا للريسيرش اللي عملناه عن الأردن، لأنه كان أحد الأسواق اللي إحنا مهتمين فيها، تم إنشاء كثير من الخلايا كثير من الأنظمة الشمسية داخل المساجد. وبآخر زيارة إلي للأردن من هذا العام لاحظت إنه فعلاً في مساجد تم إنشاء خلايا طاقة شمسية فيها. فاكتشفت إنه من خلال أحد المقالات اللي كانت منشورة إنه 4 مليون دولار بتم توفيرها سنوياً بواسطة تشغيل 1315 مسجد بالطاقة الشمسية في المملكة الأردنية الهاشمية. فهذه كان بالنسبة لنا فرصة سوقية لأيضاً نستثمر في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية، لأنه المساجد عددها كتير كبير، استهلاكها للطاقة مهول بمليارات الدولارات سنوياً. ففكرنا إنه إحنا هاي فرصة ممكن إحنا نفوت فيها. نموذج العمل تبعنا حيكون نموذج on-grid system، حيكون استثمار مباشر من الدولة في هذه المساجد، وهذه المساجد رح تدفع للدولة عن طريق إرجاع الكهرباء للشبكة. لسه الأمور مش كتير واضحة بخصوص إرجاع الكهرباء للأسئلة اللي انسألت هون في المملكة العربية السعودية. أنا زيكم لسه بستكشف السوق، فيعني step by step الأمر موجود لكن غير واضح تماماً. فإحنا في مرحلة negotiation، في مرحلة تفاوضات مع الجهات الحكومية بهذا الخصوص. إذا حابين تتواصلوا معنا، إحنا موجودين على الفيسبوك، موجودين على الإنستغرام، موجودين على تويتر، موجودين على لينكدإن، وعندنا إيميل مباشر اسمه contact@sunbox.ps، والويب سايت تبعنا هو sunbox.ps. يعني اللي بدي أقول لكم إياه إشي أخير، إنه يعني لو حدا قبل 3-4 سنين قال لي إنه Sunbox حتكون فعلياً، إحنا المذر كمباني تبعتنا هي في UK في لندن، لو حدا قبل 3-4 سنين قال لي إنه Sunbox حتكون يوم الأيام من هذا البوزيشن، أنا حقول إنه هذا الإشي يعني ساركاستيك. لكن اللي بدي أقول لكم إياه إنه إحنا من البداية من أول يوم أمننا بشغلتين. الشغلة الأولى إنه الطاقة حاجة لكل إنسان موجود، مش فقط الناس الموجودة في قطاع غزة، في ناس كتير بالوطن العربي وبالعالم تعاني من هذا الانقطاع. فإحنا حبينا نعمل زي موديل يتم تطبيقه في كتير دول، مش فقط عنا. إحنا بس بنزرع وممكن الناس تحصد، أو إحنا فقط بنديك البذرة وإنت ازرع وأحصد. الشغلة الثانية، إحنا كتير أنا شخصياً شخص مناهض جداً للبيئة، بآمن بالقضايا البيئية، بآمن إنه إحنا لو ضلينا هيك أحفادنا مش رح يعيشوا الحياة اللي إحنا عيشناها بسبب التلوث المهول اللي بنعمله من النفط ومن المشاكل الأخرى طبعاً، الحرق وغيره وغيره. فإحنا لازم at some point يعني ابدأ بنفسك، فأنت لازم تبدأ وتفكر أنا كيف ممكن أكون 100% independent من مصادر الطاقة وأقدر أجيبها بشكل كتير نظيف. لو أنا هلأ بغزة كنت هقولكم إنه هيني قاعدة ولا بتبي شغال على طاقة شمسية وبشحن جوالي على جهاز صغير بيازيكو، بس انتقلت جديد للسعودية لأجل أغراض شخصية والأغراض البزنس، يعني two reasons. فبتمنى أكون البرزنتيشن كان مفيد، أنا جاهزة لأي أسئلة وشكرا كتير، وإن شاء الله بكونش طولت عليكم، يعطيكم العافية. يعني مجد شكرا كثير ويعطيك ألف عافية أنت والفريق تبعك، وإن شاء الله العالمية يعني هلأ بمشروعك الجديد بالخطوات الجديدة. رح نترك نشوف مين عنده أسئلة. في كان صابر غريب بده يسأل سؤال. صابر السلام عليكم. أنا صابر من المغرب. كي شرفني أنني كنت واجد معك اليوم في هذا اللقاء. هذا سؤال ديالي هو كيف أن الطاقة المتجددة كتساهم في الحياة اليومية ديالنا؟ كيف تساهم الطاقة المتجددة في حياتنا اليومية؟ في حياتنا اليومية
هذا سؤال كتير يعني كتير جنرال كتير عام، بس بشكل أساسي الطاقة المتجددة يعني أول إشي بتوفر لك مصدر طاقة، يعني أنت بتقدر تشحن your phone جوالك لابتوبك ضوء اللي أنت بتضوي ممكن يكون بشكل طاقة متجددة. الفكرة إنه الناس في العالم مش مدركة شغلة تانية يا صابر. الشغلة الأولى إنه أنا ليش بدي الطاقة المتجددة طول ما عندي نفط أو طول ما عندي كهرباء، هاي الشغلة. فبفكروا انه هذا المصدر هو مصدر unlimited، مصدر مش حينتهي، ومصدر بيئي يعني عادي مش مشكلة مش فارقة معي شو البيئة. فإحنا مش ما عندنا اطلاع للمستقبل. فلأول سبب استخدام الطاقة المتجددة هو انه أنا بدي أحمي البيئة من حولي، علشان بديش أكون أناني وأفكر بنفسي، بدي أفكر بالناس الجاية ورايا كيف حتعيش. هاي شغلة. شغلة تانية توفير. الاستثمار في الطاقة المتجددة في البداية هو استثمار جدا عالي، يعني بياخد منك 7-8 سنوات عشان ترجع رأس المال. لكن بعد 8 سنوات لو فكرت ل25 سنة، دكتور يمكن بصححني بالمعلومة انه في خلايا بتعيش 25-30 سنة، هاي الخلايا طبعا يعني بيكون لك طول بعد 7-8 سنوات انت عندك توليد للطاقة بتبيعها للشبكة كمان، فبصير الاشي ارخص لك. المغرب هي احد اكثر الدول العربية اللي تم استثمار الطاقة المتجددة فيها بشكل مهول. فدائما كنا بنتعلم من النماذج اللي بتصير هناك. نعم بالتأكيد المغرب كانت من الدول الاولى اللي اتجهت للطاقة المتجددة، ومثال على ذلك هو ان اكبر مصنع للطاقة الشمسية بافريقيا كان متواجد بالمغرب. مزبوط. شكرا بزاف على الجواب، كان رائع جدا، وحتى المشروع ديالكم كان كيثير اهتمام بزاف، خصوصا انكم كتدعموا حتى الشباب بهاد المؤسسة اللي انتم كترأسوها. شكرا لك صابر. في ناس عم تسأل عن ملف التسجيل وإذا حيكون موجود لاحقاً. فيكن تتابعوا على صفحة جوتي على الفيسبوك كرمال تحقوا يعني إمتى حينزل التسجيل، لأنه حيرجع ينحط أونلاين. يا عقوب سباتين تفضل، عندك سؤال؟ مساء الخير جميعا، شكرا على اللقاء. يعني انا انضميت لكم متاخر، ولكن اكيد هذا موضوع مهم ومهم جدا توعية الناس العاديين فيه. يمكن انا الإضافة اللي بدي اضيفها انه الكثير بيعتقد انه الطاقة المتجددة هي مثلا سولر، بس واقع الامر في كثير اشياء اخرى. يعني احنا بدنا نحكي عن الجيوثيرمال انرجي، في كثير مناطق من العالم مناسب جدا نستخدمها. اكثر ناس تستهلك طاقة مش الهاوس هولدز وإنما الداتا سنترز، اللي اليوم العالم تبعنا run by apps. فاحنا بنحكي عن داتا سنترز، بنحكي عن المانيفاكتشرينج، بنحكي عن الترانسبورتيشن، بنحكي عن كثير use cases أكثر استهلاكا للطاقة من مجرد الهاوس هولدز. يعني أنا هون مشغل لمبة مش عامل إشي كثير، ولكن في كثير تطبيقات وفي كثير مجالات بتستهلك الطاقة بطريقة كثير إكستريم. وزي ما ذكرت الأخت عن موضوع النفط، الموضوع مش sustainable، مش بس مشان البيئة، مش بس مشان الكوكب، مع انه هاي مخاطر حقيقية. يعني احنا لما نسمع قصص عن ذوبان الجليد في نفترض في القطب الشمالي بنفكر انه هاي اشياء فقط في الافلام او هاي اشياء خيالية او برسوم متحركة، بس هاي تحدي كبير للكوكب، اخطر من كثير من التحديات اللي احنا بنواجهها يوميا. فموضوع الاهتمام بالكوكب موضوع مش بس انه اكون انا يعني صديق للبيئة ولطيف، لا، هو فعلا تحدي حقيقي وخطير. زائد انه المصادر المضره بالبيئه مش سستينبل ومش منطقيه. زمان كان الاستثمار في الطاقه المتجدده بجوز مكلف، بس اليوم الموضوع كثير كثير منطقي جدا على مستوى الافراد وعلى مستوى الحكومات والمصانع، منطقي جدا وفعال واستثمار ذكي. فمش بس السولر، مش بس الجيوثيرمال، في اليوم دول بتعتمد كليا، خاصه بشمال اوروبا، بتعتمد على الويند، بتعتمد على الطاقة اللي بنسميها احنا الكهرومائية، برضو هاي واحدة من الطرق مش كثير معقدة. واليوم إذا بدنا نحكي عن السولر بوصفه من أهم المصادر، اليوم في سوليوشنز كثير انتجريتد. يعني احنا مش بس بنحكي عن البانل،
بنحكي عن البانل وعن الستوريج سوليوشنز وعن الباتري تكنولوجي، وبنحكي عن السمارت سيستمز اللي بتساعد في توزيع هاي الطاقه دايناميكلي، يعني دايناميكلي الوكيتد. اذا كان في منطقه معينه مناسب جدا فيها الـ يعني نفترض لو اخذنا هونغ كونغ على سبيل المثال، مساحه جغرافيه صغيره ولكن بتستهلك طاقه كبيره، مش بالضروره نعمل السولار فارمز بكل بهذيك المنطقه، هي ممكن تكون موجوده بمكان اخر ولكن عبر خطوط وشبكات الكهرباء ممكن وصولها لهذاك المكان. بعرفش اذا غطيتوا هاي النقطه لانه انا انضميت لكم لاحقا. فالخلاصه انه في كثير سوليوشنز، مش بس السولار، في السولار، الويند، الجيثيرمال، الطاقه الكهربائيه وغيرها من الحلول. شكرا لك يعقوب على المعلومات. كان الدكتور مظهر كمان يتناول جزء كبير منها في بداية لقائنا اليوم. المعلومات اللي انت اضفتها كمان يعني شيقة جدا. وبدنا نشوف كمان في سؤال تاني من خارج، السؤال لمجد. حكيت عن الحلول البديلة في غزة. هلأ المرايا، أو إحنا بنحكي لها مرايا شمسية، الخلايا الشمسية اللي في غزة، هل بتتم صناعتها في غزة أم بتتم استيرادها؟ هذه الأولية لإلها مش سهلة نلاقيها بغزة. شكرا. عمل إيه؟ عيش لجد. أنت عمل إيه؟ استنى لولا أكلمك. أوكي. في صوت بالباك جراوند. الان تصنيع الخلايا الشمسيه هو استثمارات كبيره، استثمارات حكومات ودول على قطاع غزه. اولا غير ان المواد الاوليه مش موجوده، ايضا حجم السوق يعني ما بده انك تصنع خلايا شمسيه بالكامل. يعني بالنسبه لنا استيرادها افضل بكثير واكثر رخصا من انه احنا نصنع من البدايه، بنصنع بالبلاد. لكن مثلا لما تحكي على سوق كبير زي سوق مثلا الخليج العربي، نعم انشاء مصنع خلايا شمسيه اسهل بكثير. غير انه في عندنا هنا فري تريدينج، يعني هنا في تجاره حره، يعني ممكن الانسان يجيب شو ما بده. في دوله، في حكومات، في حكومه، في سلطات. قطاع غزه بعيش ظروف كثير مختلفه عن العالم. يعني اي شيء بده يفوت داخل البلاد بده تصريح وبده تنسيق وكستمز وبتدفع ضرائب لاكثر من جهه. فهذا الإشي بيخلي الموضوع نوعا ما معقد. فسوق زي سوق غزة يعني نقدر نعتبره سوق استهلاكي أكثر ما هو سوق إنتاجي بهذا المجال. شكرا ماجد. في سؤال للدكتور مهار. كم المساحة اللي تحتاجها لتركيب الخلايا الشمسية اللي توفر الكهرباء لشقة سكنية، وكم بتكلف هاي تقريبا؟ هاي سؤال من إحدى مشاهدين اليوم، من المشتركين. والله احنا يعني في تقريبا 80 متر مربع بيعملوا تقريبا 10 كيلو وات، يعني 10 كيلو لو حسبنا ل يعني البيت العادي مثلا 2 كيلو ممكن تكفي 5 بيوت مثلا. اذا حسبنا على 2 كيلو مثلا ممكن يكون مكيفات، ممكن يكون في حسب طبيعه الاجهزه الموجوده. فاحنا بنحكي انه بالبدايه لازم يعمل ايش استهلاكه وكم قدره الاجهزه الموجوده عنده. نعمل نضربها بسيفتي فاكتور بنسميه انه امان شوي نزيد، يعني 1.2 1.3، وبعدين نصمم نظام الكهرباء. ممكن يكون ما بعرف يعني ممكن يكون 20 متر اقل اكثر، يعني 15 متر. والتكلفه حسب الاجهزه، يعني يعني ممكن بعض الناس يجيب خلايا صينية، بعض الناس ألمانية، بعض الناس يعني حسب الخلايا المستخدمة. الآن كله صيني أتوقع، ممكن مجد ما بعرف ممكن عندها فكرة أكثر بالسوق، وحسب الانفيرترز وحسب الشارج كنترولرز، حسب يعني الأجهزة اللي موجودة. يعني أتوقع الكيلو الواحد الآن إحنا عندنا في الأردن الكيلو الواحد 1000 دينار أتوقع كامل، يعني أتوقع 1000 دينار أردني. ما بعرف كيف ممكن تكون حسابته في وكمان سؤال تابع لإله دكتور، وكمان يمكن مجد، في مجال او في امكانيه تطبيق هذا الشيء بشكل فردي؟ يعني بيت واحد مثلا مساحته 100 متر، يحط المرايا على السطح
ويزود حاله بالكهرباء بشكل فردي، هل هذا ممكن؟ طبعا ممكن عادي، ما في مشكلة. ممكن يجيب خلايا شمسية يركبها يعملها ستركتشر أو قواعد يرفعها بزاوية معينة، مثلا بعرف ايش يعني، اتوقع 30 درجة مناسبة، 30 درجة عن الأرض. يجيب الأجهزة، بس لازم يستشير فني كهرباء أو شخص متخصص بنقل، ويختار الحجم المناسب لباقي الأجهزة اللي بتدعم الخلايا الشمسية، مثل منظم الشحن، مثل الانفيرتر، مثل يعني هاي يحاول. وبعدين ممكن يعملوا يعني مشبوك مع يعني البيت، في خلال النهار يفصلوا عن الشبكة ويشبكوا على الخلايا الشمسية، خلال الليل لا بفصل الخلايا الشمسية بشبكة. أو يمكن يعمل يعني مرات الانفيرتر نفسه هو بيعمل مانجمنت ممكن يعني، ولكن إذا بدنا نعمل اون جريد في قوانين لازم تحكم هذا الشيء. أما إذا بدي يعمله بشكل فردي خلاص بصير يفصل متى ما بده يركبه متى ما بده حسب القوانين. دعم الفولو اب على اجابتك يا دكتور. انا بفكر انه طول ما النظام صغير يعني الاشي سيف، وبدك معروف شو بدك تشغل عليه. في ناس شو بتساوي، بتجيب انفرتر بتشبك وصلت ميلت وميل وبتنزل الامان، وكثير مرينا بهيك تجارب. بيقول لنا المستهلك انا ما بدي تشتغلوا لي، انا بدي اشتغل لوحدي، نعطي له اياه ونديل البطاريات ونشبك الخلايا على السطح ونعلمه كيف يشبكهم، نلاقيه شابك وصلت ميلت وميل يشبكها بالمقبس الكهرباء وبالجهاز ونزل الامان. فبرضو الإنسان بده يعرف أنه مثلاً هل بدي أعمل هذا السيستم عشان أشحن لابتوبي وأضوي لمبة غرفتي مثلاً وأشحن جوالي، ولا بدي أشبك عليه كل البيت. إذا ما رح تشبك عليه كل البيت فالموضوع جداً سهل، بطارية انفرتر جواه بيكون السولار كنترولر تشارجر كنترولر وخلية أو خليتين حسب شو الانفرتر عندك بكفي، وبكل بساطة بكون معروف معطيك بالمانيوال وين تشبك الخلايا very simple. بس هذا الإشي بيكون استهلاكك مباشر من الانفرتر، مش تنشبك وصلة على شبكة البيت وتسبب مشاكل، لأنه هذا الإشي ممكن يسبب حرائق في داخل البيت. وطبيعي حتطلع سؤال مجد ميل تو ميل شو معناها يعني؟ أنا لأني ما بفهم كتير بالكهرباء. يعني زي هيك وصلت ميل تو ميل، هاي وصلت ميل أوكي وصلة لها نفس الرسائل صحيح. بشبك واحدة في مقبس الكهرباء وواحدة في الانفرتر، يعني بصير الانفرتر اوتبوت والانبوت شبكة البيت. فهمت عليك. عشان مداخلة بسيطة عشان اوضح هاي النقطة من ناحية تقنية. الان لما بكون عندي خلايا شمسية من جهة وبكون عندي من الشركة من جهة، هون توليد كهرباء وهون توليد كهرباء، لما بدنا نشبكهم زي ما حكت ميل تو ميل بكون لازم لما بنشبك مصدرين توليد مع بعض لازم في يعني بنسميهم بارامترز لازم نعملهم سينكرونايزيشن او مزامنه مع بعض. لازم يكون فولتج مع الفولتيه مع الفولتيه 220 220 مثلا نحكي، التردد 50 50، والفيز شيفت الانجل. طبعا بعض الانفرترز الحديثه بتعمل هاي السينكرونايزيشن بروسيس، يعني اذا جبنا يعني انفرتر حديث ممكن نحل هاي المشكله، ولكن اذا كان شيء بدائي او شيء قديم لا، بدنا ننتبه انه ما لما التوليد يجي من الشبكه نفصل الخلايا الشمسيه، لما التوليد يجي من الخلايا الشمسيه نفصل الشبكه. يعني نوعا ما هايبريد بلدي بيحاولوا يعملوا فيه. لا كان في حدا عم بيسال عن معنى هايبريد، اذا فينا نفسر شوي. او الهجين باللغه العربيه. دكتور حابب تروح تقولك go first ولا أجاوب؟ أوكي. الهايبريد هو سيستم بيكون الانفرتر نفسه هايبريد. الآن الهايبريد بيكون بيحتوي على بطاريات لكن بنفس الوقت مشبوك على الشبكة كأون جريد. الآن نفترض إنه السيستم الأون إيش الفرق بين الهايبريد والأون جريد؟ الأون جريد فيش فيه بطاريات. الآن نفترض إنه أنا بستهلك في اليوم 10 موزات تمام، والسيستم تبعي بيعطيني 15 موزة. الآن 5 موزات بتنباع للسوق، هذا on grid. الهايبريد شو بيساوي؟ لكن في الليل ما بيعطيني إشي، في الليل حضطر أرجع الخمسة اللي أنا شريتهم. الهايبريد شو بيساوي؟ بيكون فيه بطاريات فبالليل بيغطي احتياج البيت، فسميناه هايبريد لأنه فيه عنده باتريز بنفس الوقت مشبوك على الشبكة وبيبيع الفائض للشبكة، يعني بيغطي احتياج البيت بيشحن البطاريات وبيبيع الفائض للشبكة، وفي الليل بيستهلك من البطاريات. فهمت
في سؤالين من نفس الشخص عفوا اللي هي ليالي بالانجليزي مجد بتوقع انه مهم موجهات لإلك لانها بتسال اذا في اي restriction on importing certain equipments into Gaza in case some materials were unavailable. What were the solutions? نفس الشخص سألت do you need bi-directional meter for this system? Okay, بالنسبة للسؤال الأول في restrictions طبعا في من ضمن وزارة الاقتصاد بتعلن على list اسمها dual use. Dual use هي أي material يمكن استخدامها لهدفين, يعني نفترض مثلا إذا البطاريات تستخدم في أهداف غير أهداف البطاريات فيمنع دخولها. عشان ندخل solar system كامل لازم نعمل تنسيق للبطاريات على حدة, خلايا على حدة والأجهزة على حدة. فكل جزء من solar system له separate permit, يعني تصريح مختلف ليفوت ويوم مختلف ليفوت. فالموضوع كتير كتير it's not easy لكن possible. فأنت مضطر مثلا تطلع تصريح الآي للأجهزة, تصريح سمير حجازي للبطاريات وso on. وفي حالة أن الماتيريالز هذه مش موجودة الناس بالعادة بتحاول تدور على alternatives, على بدائل. مثلا إذا نوع من البطاريات نفترض نوع X مش موجود بيحاولوا يدوروا على Y و Z. فإحنا تعايشنا مع هذا الإشي, يعني تعايشنا مع أنه يكون الإشي مش متوفر هي أول خيار, ثم تاني خيار أنه إحنا نوجد هذه البدائل. إذا قصدك في bi-directional meter يعني net metering, yes للسيستم الهايبريد في net metering مفترض, يعني as far as I know. أنا ما شفته في, يعني ما شفت net metering yet بعيوني, قرأت عنه كتير, سمعت researches, بس يعني إن شاء الله next week عندي trip على شوية net metering hybrid systems هون إن شاء الله. ومع كلمة إن شاء الله بعد إذنكم نخلص جلسة اليوم. شكرا كتير كتير للدكتور مظهر والدكتورة تشبي مجد, كتير كتير كانت جلسة قيمة والمعلومات بعتبرها لسه قيمة أكتر, إنه كانت المجموعة كتير مهتمة. وأنا انتبهت من الأسئلة شكله عنا متخصصين في الموضوع أكتر من ما إحنا توقعنا, وهذا بيسعدنا جدا جدا إنه إحنا يعني نعرض نقدم شيء بحيث إنه في كتير ناس مهتمين فيه. بعد إذنكم قبل ما نحكي وداعا في الشات في اللينك للي بده يسجل للجلسة القادمة اللي هي عبارة عن المدن والبنايات أو المدن والعمران, وإن شاء الله راح تكون بنفس قيمة هاي الجلسة, وراح يسعدنا جدا جدا إنكم نرد نشوفكم نلتقي فيكم. طبعا الدكتور مظهر ومجد كمان مدعوين إنهم يحضروا الجلسة واللقاء. وشكرا كثير كثير لابراهيم, لسارة, لأورتي, وكمان مرة لكل الموجودين, ويعطيكم ألف عافية. وبعطي الكلمة هلا لابراهيم, مع السلامة. شكرا لطيفة. ما كثير بدي زيد عن لطيفة, كفيتي ووفيتي لطيفة بس عن جد بدي أشكركم دكتور مظهر ومجد لشغلكم العظيم يعني, ولمشاركتكم خبرتكم معنا. أو جمعة الجاي حيكون مثل ما قلت لطيفة عن المدن المباني, حتكون حلقة حوارية عن حنحكي عن كيف حتكون المدن أماكن للتجديد, كيف حتكون المدن, كيف ممكن نسكن بالمدن بالمستقبل, وما هي الأفكار اللي يتم تنفيذها بالعالم العربي من خلال تخيل المدن بالمستقبل. تابعوا على صفحة الفيسبوك كرمال بس نعلن عن مين حيكون المحاورين, وغير هيك بنشوفكم الأسبوع الجاي. شكراً.